انت وكيل يوسف اوباما مظبوط؟ مظبوط. طيب، اسباب تراجع مستواه بقى بعد تجديد عقده، ارتاح نفسيا فمش فارق معاه، قبض المقدم فالدنيا بقت ظريفة معاه، فمش يعني ما في يعني ده السبب في تراجع مستواه ولا ايه السبب؟ السؤال ده على جزئين، فانا هرد عليه جزئيه جزئيه بعد اذنك يا اسبان. اتفضل. اول حاجه مساله ان هو بعد تجديد عقده، فيوسف مجد عقده من يناير، تمام؟ اللي هو كان الدوري ساعتها لسه بادي ماتشين ثلاثه بدايه، انت عارف الدوري بادي متاخر الموسم اللي احنا فيه ده. ومن بعد ما جد عقده كان في قمه مستواه، راجل وقعد هداف الدوري عده اسابيع، وكان من نجوم الزمالك المتالقين في الفتره دي، ودي كانت برضه بعد تجديد عقده. فملاش طبعا، فانا عايز يعني اقفل لك موضوع ان تجديد عقده ليه دور ان هو ايه يطمن. فبالعكس الراجل كان بعد ما جدد عقده اللي هو في يناير قدم مستويات عاليه وهداف الدوري واكثر لاعب جاب اهداف بدون ضربات جزاء، طب أسباب الحاجات دي تراجع كلها يعني مستواه دلوقتي؟ اسباب تراجع مستواه. يعني اي لاعب كوره، اي لاعب كوره بيمر بمراحل، يعني منحنى صاعد او يهبط شويه بادائه لاسباب، ممكن يكون اسباب طبيه، يعني ما حد يعني احيانا يعني انت يوسف قد يكون في اصابه، في شيء معين بيمنعه ان هو يعني ما يقديش المستوى المطلوب منه. فاللاعب لما بيرجع تاني للفورمه بيرجع زي الاول وافضل، لان يوسف لاعب بالفطره موهوب، يعني لاعب يمتلك مهاره عاليه، يمتلك امكانيات عاليه، كل الناس هتعلم الكلام ده. فممكن يعني هي الامور بعد تجديد عقده كان اوباما اعترف ان كان في مفاوضات مع النادي الاهلي او في ليس ليه مسؤول، اي ما انا لو يعني انا لم اذا كان في حاجه زي كده حصلت هو قال، فانا مش انا لم اللي يكن بقول، لي يعني هو قال اوباما لم ايوه قال في احد البرامج الكلام ده، بس هو ما قالش ان في الفتره يعني المؤخره قد يكون يقصد لا فتره لا، هو قبل قبل ما كده. يمدد عقده، انا بتكلم قبل ما يمدد عقده يا حازم. ايوه انت بتتكلم قبل التجديد، تمام؟ انا ما كنتش قاعد فيها يعني زحموه. وبعدين هو يعني ممكن تكون يعني مش على المستوى الرسمي، يعني هو ما قالش ان ما رسمي، وقال في حد تبع الاهلي، ما قالش حد رسمي. لو لا حضرتك هو انت قال، تعالى، لا قال لي، قال انا جالي عرض من النادي الاهلي. لا والله ما عنديش علم في الموضوع ده انت وكيله ما عندكش علم يا حازم؟ ما انا بجد والله ما عنديش علم ان طيب يعني انا ما ماشي، قعدتش مع هل حد، فعلا ما عنده قعدتش مع عروض حد. دلوقتي، هل عنده عروض دلوقتي من الاهلي القطري ولا لا؟ موضوع الاهلي القطري فعلا جه، بس كان من اكتر من شهر، تمام؟ وطبعا الناس كانوا مستعجلين لان الدوري عندهم بينتهي بدري، بيبدا بدري شويه، وكانوا عايزين يحسموا الامر في وقت مبكر. وطبعا زي ما انت عارف تغيير الاداره والمرحله اللي فاتت بين اللجنه المؤقته السابقه والحاليه ادت ان مفيش قرار يتخذ في الموضوع ده، فمما ادى ان النادي الاهلي خلاص يعني اتجه للاعب اخر ومعاه. عبد الله جمعة هيمدد عقده مع الزمالك ولا؟ لسه ليها علاقه باللاعب انا نهائيا كلاعب، واما بخصوص نادي الزمالك فانا لا امثل نادي الزمالك زي ما انت عارف يا استاذ، فده قرار على نادي الزمالك، واللاعب انا ليس لي علاقه بيه اطلاقا خالص حاليا يعني. في الوضع الحالي. حاليا ليس يعني لي انت حاليا، ما بقاش ليك علاقة بيه. لان ايوه بالظبط كده حضرتك فهمت معنى الكلام. يعني كان ليك علاقة، عشان بس الناس تبقى فاهمة، كان ليك ايوه طبعا علاقة طبعا كان ليا، ايوه طبعا طبعا ودلوقتي انت طبعا مالكش طبعا، دعوة بيه خالص. نعم نعم حقيقي ده حقيقي. ده بسبب خلافات معينة ولا بسبب والله يعني انا اشوف هي الامور خلاص طالما اتجهت ان انا يعني بنطالب يعني او دخلنا يعني دخلنا في منحنى رسمي، يعني ففضلنا عدم التصريح، لكن ان شاء الله كل شيء في وقته. يعني الامور يعني لما يكون في اي خطوه على ارض الواقع تحصل يعني هيتم الافصاح عنها الاعلام باذن الله، لكن هو الامر ما مش خلافات او حاجه، يعني عدم ايوه، بس الاحترافيه دي. انتوا رافع يعني حسب معلوماتي ان يعني في لا احنا اللي الامر مشكلين، وصل هو مش للمحاكم. نعم ماشي، بس المحاكم انا بتكلم في جزئيه سمعه شخص وسمعه شركه بيمثلها الشخص ده، ما ينفعش ان حد يعني يمسها بيه بكلام زي اللي زي نزل في تويتر ده. وطبعا انت بتتكلم في مصداقيه، واحنا راس يعني راس مالنا في العمل ده في المجال ده هي مصداقيه، فمش حازم بس او شركتنا بس، اي حد شغال في المجال ده فقد الحته زي كده تاثر معاه، خصوصا ان احنا شغل في دول اخرى، وشركه ليها راس مال كبير يعني وفيها ناس شركاء محترمين افاضل معايا، فما يقبلوش طبعا حاجه زي كده. ان شاء الله خير قريبا يعني جدا باذن الله. حازم فتوح وكيل كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، انا بشكرك طبعا، ودايما تكون معانا وترجع بالسلامه من الامارات، الله وانا يخليك يعني متوقع انك انت بتعمل حاجه لنادي الزمالك.
بإذن الله.